السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في حصة جديدة من حصص الرياضيات، لنكمل ما بدأنا به من حل أنظمة مكونة من معادلات خطية ومعادلات تربيعية. عندي حل تمارين ومسائل صفحة 15. رح نحل مع بعض اليوم بإذن الله السؤال الثاني والثالث والثانية عشر. لننظر إلى المسألة الثانية. المعادلة التربيعية y تساوي x تربيع زائد 4x ناقص 2. المعادلة الخطية y زائد 6 يساوي 0. لنبدأ بخطوات الحل. الخطوة الأولى كما تعلمنا نجعل y موضوعاً للقانون، أي y تساوي سالب 6. الخطوة الثانية نجعل ناتج المعادلة التربيعية يساوي 0، أي أن x تربيع زائد 4x ناقص 2 ناقص y تساوي 0. الخطوة الثالثة نعوض قيمة y التي حصلنا عليها من المعادلة الخطية. x تربيع ناقص 4x ناقص 2 ناقص 6. المعادلة التربيعية الحاصلة x تربيع ناقص 4x ناقص 2 زائد 6 يساوي 0. x تربيع ناقص 4x ناقص سالب 2 زائد 4 يساوي 0. معادلة تربيعية يمكننا تحليلها ببساطة وعن طريق فتح قوسين على إشارة متشابهة في حال كان الحد الثابت موجبا. الإشارتان متشابهتان حسب معامل x، معامل x موجب والحد الثابت إشارته موجبة، أي أن القوسان موجبان. نوزع x تربيع x ونبحث في عددان مضروبهما 4 ومجموعهما 4. أحسنتم، 2 يساوي 0. إذا كان ما داخل القوسين متشابهان، أي أن x لها حل وحيد، يعني x زائد 2 يساوي 0، x تساوي سالب 2. هنا قد وصلنا إلى حل هذا النظام. x تساوي سالب 2 y تساوي سالب 6. لنحصل على الزوج المرتب xy سالب 2 سالب 6. لننتقل إلى المسألة الثالثة. المعادلة التربيعية y تساوي x تربيع زائد 4. المعادلة الخطية تساوي x ناقص y تساوي سالب 1. الخطوة الأولى نجعل من y موضوعا للقانون، أي أن y تساوي x زائد 1. الخطوة الثانية نساوي المعادلة التربيعية بالصفر، أي أن x تربيع زائد 4 ناقص y تساوي 0. الخطوة التالية نعوض قيمة y التي حصلنا عليها من المعادلة الخطية، أي أن x تربيع ناقص y ناقص 4 ناقص y x زائد
واحد. ولا تنسوا توزيع السالب x تربيع ناقص 4 ناقص x ناقص 1 يساوي 0. الآن نرتب المعادلة كما كتبنا عليها: x تربيع ناقص x زائد 3 يساوي 0. نجد صعوبة في فتح الأقواس، لا يوجد عددان ضربهما 3 ومجموعهما سالب 1، إذن لنبحث في المميز. المميز يميز لنا إن كان هذه المعادلة لها حلا واحدا أو لها حلان أو هذا النظام ليس له حل أصلا. المميز P تربيع ناقص A C 4، P تربيع ناقص 4 A C، A تساوي 1، A دائما معامل سير تربيع، P معامل X، معامل س تربيع اللي هي معامل x تربيع نفسها، p معامل x تساوي سالب 1، و c الحد الثابت ويساوي 3. لنعوض في المميز: p تربيع تساوي 1، يعني سالب 1 ضرب سالب 1 1 ناقص 4a 1 ضرب c تساوي 3. 4 ضرب 3 12، 1 ناقص 12 الجواب يساوي سالب 11، إذا المميز سالب، أي أن النظام ليس له حل. إذا كان المميز سالب، النظام ليس له حل. لننتقل إلى المسألة الأخيرة. المعادلة التربيعية x ناقص 1 لكل تربيع يساوي 4، المعادلة الخطية y تساوي 5 ناقص x. الذي ارتدنا عليه دائما أن نجعل y موضوعا للقانون، هنا y تساوي، إذا هنا y موضوعا للقانون لا يجري عليها أي تعديل. الخطوة الثانية نجعل المعادلة التربيعية مساوية للصفر، أي أن x ناقص 1 لكل تربيع ناقص 4 يساوي 0. الخطوة الثانية، إذا كان التربيع للقوس كامل، أخذنا في الحصة الأولى كيفية فك التربيع، قلنا نربع العدد الأول x تربيع ومن ثم نضرب 2 بالعدد الأول بالعدد الثاني، أي أن 2 ضرب x ضرب سالب 1 ويساوي سالب 2x. نربع العدد الثاني زائد 1 تربيع ويساوي 1 ناقص 4 يساوي 0. نحصل على المعادلة التربيعية x تربيع ناقص 2x ناقص 3 ويساوي 0. هل يمكننا حل هذه المعادلة عن طريق فتح أقواس؟ لنرى، هل يمكننا الحصول على عددان ناتج ضربهما 3 وجمعهما سالب 2؟ لنرى، نوزع الـ x، عددان
ضربهما سالب ثلاثة، سالب ثلاثة عددان ضربهما يساوي سالب ثلاثة، وأيضا العددان مجموعهما يساوي سالب يساوي سالب اثنان. المضروب حسب سالب ثلاثة الحد الثابت، والمجموع حسب معامل x. لنرى، ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة، الإشارة سالبة، إذا نضع إشارة السالب عند العدد ثلاثة، لنحصل على سالب ثلاثة زائد واحد يكون الناتج سالب اثنان، إذا سالب ثلاثة، إذا حل القوس ناقص ثلاث زائد واحد. لنتأكد، سالب ثلاث ضرب واحد يكون الناتج ثلاثة، وسالب ثلاث زائد واحد يكون الناتج سالب اثنان. هنا نكون قد حصلنا على قيمتين لإكس، أي أن إكس ناقص ثلاثة يساوي صفر، ينتج منها إكس تساوي ثلاثة، إكس زائد واحد يساوي صفر، ينتج منها إكس تساوي سالب واحد. حصلنا على قيمتين لإكس. الآن لنرى، لنحصل على قيمة واي نعوض قيمة إكس الناتجة. إذا كانت إكس تساوي ثلاثة نعوضها، واي تساوي خمسة ناقص إكس، أي y تساوي خمسة ناقص ثلاثة ويساوي اثنان. إذا الحل الأول للمعادلة هو x ثلاثة y تساوي اثنان. الحل الثاني نعوض السالب واحد، y تساوي خمسة ناقص واحد ويساوي ستة، y تساوي ستة. الحل الثاني للمعادلة في حين x تساوي سالب واحد، y تساوي ستة. هكذا نقول قد أنهينا حل هذا النظام. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والإبداع، أتمنى متابعة الحل وتكرار الحل لوحدكم وحل السؤال رقم 11 كواجب. رفقتكم السلامة.